اهلا بكم متابعينا متابعي جريدة اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهاردة في لايف جديد من داخل محافظة المنوفية، بالتحديد قرية سمدون التابعة لمركز اشموم محافظة المنوفية. طبعا فقدت امبارح السينما المصرية احد فنانيها وهو الفنان عاطف سعيد. طبعا قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون، أبرزها حديث الصباح والمساء وابن حلال وسلطان الغرام وسارة والليل وآخره وعسكر في المعسكر ورجال العالم اتحدوا. طبعا هو اشتغل مع عديد من الممثلين الكبار زي عادل إمام والممثل محمد رمضان. احنا دلوقتي مع عمته من داخل يعني مسقط رأسه بعد دفنه أمس، هتتكلم معانا عن يعني الرحلة بتاعته وهو كان بيحب ايه في محافظة المنوفية، وكان كل ما بيجي كانت بتقول لنا ان هو كان لازم بيجي يسلم عليهم ويقعد معاهم شوية ولكن بيتجه تاني للقاهرة لأن كان إقامته هناك. ازاي حضرتك وعرفينا بنفسك اولا وانت عامله ايه؟ قولي لنا بقى انت اسمك ايه؟ أنا اسمي الحاجة فاطمة علي وهبي عسل، عمة المرحوم الأستاذ عاطف سعيد علي وهبي عسل. قولي لنا بقى يعني هو اخر مرة جه هنا المنوفية كان امتى؟ آخر مرة كان جاي كانت والدته متوفية، والدة نفسيتي تعبانة من ساعة ما والدتي توفت. اكشف يا أستاذ عاطف، أنا انكشفت عليه عند الأمراض كلها، وبعدين أنا الحمد لله يعني هعمل إيه؟ ماشي وخلاص. فاللهم صل على النبي، كان ممتعنا وكنت بتباهى بيه والله، والله ما بكذب، كنت بقول للناس كلها ده ابن اخويا عاطف، ده ابن اخويا اللي حبشها ماسك، وده اخويا، وكان في مع عادل امام، وكان في تمثيليه الحرام والبتاع دي، بس منه انا ما بقراشي، مانيش فاكره التمثيلات كلها بصراحه. انا بشرف بيه والله، بشرف بيه، ولما كان بيجي هنا كان بيشرفنا، واقول لابن اخويا هو اللي هو بيشتغل في التلفزيون، يقول له ابن اخوك ممثل، اقول لهم اي والله، يقول امال يعني انت كده، قلت لهم اي ابن اخويا ممثل عاطف وكويس ومحترم ومربي عياله تربيه حلوه. والله ما صلى النبي، كانت الجنازه بتاعته ما كانتش حد زيها امبارح، وكلنا كنا فاقدين احسن واحد في الدنيا، بقينا زعلين علشانه. والدته ماتت انا ما زعلتش، ما زعلتش الا على عاطف، وربنا يبارك فيه، وهو اللي غسله وقال بابا ربنا يبارك فيه، والجنازه بتاعته كانت جميله قوي، طلع من جامع الطنوبي، صلينا عليه العصر وطلع من جامع الطنوبي عندنا في سمدقون، وربنا يرحمه رحمه واسعه، وسع جنته ويثبته عند السؤال ويجعل كتابه بيمينه ومحمد ضمينه، يا رب يجعله في الجنه، يا رب يجعله في الجنه ويجعله يوم سعيده، وميت في يوم مفترجه، ميت في شهر كله خير وكله هنا، وهو ربنا اللي عمل، وعمل لنفسه، عمل لنفسه كتير، وربنا يبارك فيه ويرحمه ويبارك في اولاده وولاده. يعني مراته غلبانه والله، والله لو شفت مراته اللي تصعب عليك، لا بتتكلم ولا بتسمع، مراته مرات عاطف دي، وراضي بجليله، كان راضي وعايش ومحترم، ولا شفنا منه الا الخير ساعه ما بينزل البلد بدون فرحانيه، اللي كان بيمثل مع حبش اهو، اللي كان بيمثل مع عادل امام اهو، يقول مش معقول لهم طب بيسمعوا، لا كنا بنستنوه والله، كنت بقعد بالليل والم الناس ما تفرجتش على عاطف، بس من زمان ما شفناش شغل ليه، مش عارفه ليه. ليه يا ابني؟ قال لي عشان نفسيتي تعبانه وانا تعبان، وبقاله شهرين او ثلاثه ما يقولش الا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ويسبح ربه، وربنا يعني كان عامل الختامه بتاعته خير. رايح يبص على والده في شبره، اخوه في الهرم، راح يبص على والده في شبره راكب الميكروباص، واحد بيقول له ايه يا عم الراجل ده اغمى عليه ولا انزل يا عم احنا خلصنا، قال له شوف يا عم ده اغمى عليه، بيقلبه فيه، قال له ده مات، قال له مات، فتح التليفون اللي معاه، قال له مين التليفون مين اللي معاه ده؟ قال له اخوه الاستاذ سمير، اخوه الاستاذ سمير. راحوا كلم سمير، انت اخوك عاطف سعيد؟ قال له اه، قال له طب تعالى دغري احسن، انا عاوز ركب الميكروباص ومروح ركب معانا ويسير اللقطه، قال له لا ده انا هجيب الاسعاف واجي. عبال ما جه قال له يا عم الدكتور بيقول له هو توفى، قال له طب خليك واقف ما تنزلوش من الاسعاف عشان ما حدش يتفرج عليه من الميكروباص، عشان يا جو هديك اجره اليوم بحاله من معاه اخوه. جه بقى جاء لقاه يعني مركون في قلب الاسعاف جوه في قلب الميكروباص، وراح منزله واداله حسابه وجاب العربيه بتاعته الملاكه، اقول ليه عربيه، ركبوا فيها وروحوا البيت بتاع ابوه، وربنا يرحمه ويجعله في الجنه ونعيمها، واحنا فقدنا احسن واحد في الدنيا، وراجل كان ما كانش ابن اخويا، ده كان حبيبنا وكان روحنا،
كان ما كانش ابن اخويا بس، ما كانش كان بيجي عندنا لمغزى عندنا حماره كده، كان لازم يتفرج على الحماره وعاوز حاسس ان هي عايزه تمثيل معاه. يعني كان بيحب الحيوانات وبيحب اهله، كان بيجي عندنا كتير وربنا يرحمه، وكان حنين وكانت روحه حلوه، ما كانش كبير، ما كانش كبير النفس، اللهم صل على النبي، ما كانش كبير النفس ولا حاجه، وكان حنين وربنا يرحمه ويوسع جنته. يا رب ترحمك يا عاطف يا ابن اخويا، يا رب يا رب تجعلك في الفردوس الاعلى من الجنه، انت وكل امتنا وامه المسلمين وامه محمد اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب، وربنا يبارك فيكم يا بنتي ويخليكم. ربنا يحفظك. أقول حاجة تانية؟ طبعا احنا دلوقتي مع زوج حضرتك اللي هو ازاي حضرتك يا حاجة أولا؟ الله يبارك. ممكن تمسكها عادي مش لازم تعمل حاجة. عاوزين بقى يعني تعرفنا أكتر بقى عن الحاجة، يعني الحاجة زوجتك قالت لنا إن هو كان بيجي هنا، كان بقى بيجي يقعد معاك ويتكلم معاك، المشهد بتاعه لما كان بيجي على التلفزيون أنت كان بيبقى شعورك إيه ساعتها؟ والله كنا بنبقى فرحانين ومبسوطين، ويعني مش قادر اقول لك يعني الفرحه بتاعتنا كانت بيبقى شكلها ايه، وكنا بنبقى سعداء جدا لما نقوله لما يقولوا ده ايه الفيلم بتاعه لالادي او التمثيليه بتاعته لالادي هيطلع، يعني كانوا بيقولوا لك قبلها عشان قبلها عشان نستنى ونشوف القناه اللي هو عليها عشان نستنوه. ابوه كان بيتصل بيه، والده كان بيتصل يقول مثلا عاطف هيجي على القناه الفلانيه، فكنا بنبقوا فرحانين ونقعدوا جيراننا معانا عشان نتفرجوا عليه ونفتخروا ان ابننا عاطف بيمثل، وكنا فرحانين يعني شيء مفرح. بس ما يغلاش على ربه، ما يغلاش على ربه، كلنا في الاخر الله يبارك في فضلك، يعني ما يغلاش على ربه، هو كان انسان محترم وترك كل خير وما عملش حاجه وحشه، وربنا يجعله في الجنه يا ربي ويرحمه رحمه واسعه. امين. ويدخله فسيح جناته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين. من قريه سمدون تبع مركز اشمون محافظة المنوفية، وبنحكي لكم يعني تفاصيل من مسقط رأس الفنان عاطف اللي توفى أمس. طبعا كان في بوست على الفيسبوك روى الفنان الشاب عمر غانم، روى كواليس آخر مقابلة جمعته بالفنان عاطف سعيد اللي رحل عن عالمنا منذ قليل، منذ يعني عصر أمس، وتم دفنه. هو الفنان عاطف سعيد قال ان هو كان شارك في عمل والعديد من الاعمال، ولكن في الفترة الأخيرة كان بيسعى جاهدا لإيجاد فرصة عمل أو دور يشارك فيه بأحد الأعمال الفنية، ولكنه لم يستطع تحقيق هذا الحلم، مؤكد أن وفاته جاءت بسبب القهر والحسرة لقلة عمله بالفن. وكتب أيضا غانم عبر حسابه على الفيسبوك أن كنت كل ما عدي من جنب قهوة صدفة اللي جنب المعهد كنت ألاقي عم عاطف قاعد لوحده مهموم، كان أول ما يشوفني يقول لي تعالى اقعد اشرب معايا شاي، كنت اقعد معاه يقعد يشتكي ليا من قلة الشغل. طبعا المنشور الخاص بي لقى العديد من المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا محافظة المنوفية كانت حزينة للغاية على فقدان احد شبابها. كنا معاكم من قرية سمدون التابعة لمركز